بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كورس تطبيقات الحاسب الآلي في المساحة. النهاردة إن شاء الله هنحاول نعمل كالكوليتر باستخدام سي شارب. تعالوا نشوف هنقدر نعملها إزاي. طبعا هاجي هفتح ملف جديد، طبعا زي ما اتفقنا بيبقى غالبا ملف أسكي عادي جدا، وهسميه مثلا كالكوليتر طبعا احنا خلينا نقول الوقت هنخليه تكست عادي عشان اقدر افتحه بسهوله، وابتدي في الاخر خالص يعني هبتدي اغير نوعه زي ما اتفقنا. ابتدي اكتب الكود بتاعي. الاول هكتب الريفرنس بتاعي، هكتب يوزنج سيستم. طبعا عرفنا الكلام ده قبل كده، وعرفنا ان انا لازم استخدم ريفرنس معين، وغالبا الريفرنس بيبقى السيستم غالبا، ما لم يكن حاجه تاني زي ما هنشوف قدام شويه. طبعا سيمي كولون لان انا هنا هقول له استخدم ريفرنس بتاع السيستم. لاحظ ان الاس اولها كابته زي ما قلت لك. بعدين هسمي المشروع بتاعي او اسمي نيم سبيس، نسميه مثلا كالكوليتر. بعد ما اديت اسم هبتدي افتح النيم سبيس بتاعي زي ما قلت لك، افتحه بالقوس ده اللي احنا قلنا عليه قبل كده، وبعدين انتر وتاب. هبتدي افتح كلاس او اسس كلاس، ممكن نسميها بروجرام. بعد ما عملت الكلاس افتح الكلاس بالقوس بتاعنا، بعدين انتر وتاب وتاب تاني زي ما اتفقنا عشان اقدر اخلي الكود بتاعي يبقى ريدابل. هبتدي اعمل بقى الفانكشن بتاعتي الاساسيه، طبعا هتبقى المين ده اساسي، ستاتيك فويد مين. ممكن نخلي المين تستقبل سترينج، يعني يبقى لها ارجيومنت سترينج يعني حروف من الكيبورد، فخليها سترينج مش كده. الحروف يعني مش محدده، فهسيب له قوسين من النوع ده. وطبعا لازم اقول له نوعها ايه، ان هي تبقى ارجز مش حاجه تاني، مش فاليوز. وبعدين انتر، وبعدين زي ما قلت لك هبتدي اكتب المين بتاعتي او الفانكشن بتاعتي، المين فانكشن بتاعتي. ممكن احط لنفسي برضو شويه هنت، احط نفسي يعني شويه تعليقات هقول انا هعمل ايه. فيعني ممكن اقول مثلا declare variables، انا بشرح لنفسي انا هعمل ايه. انا كده بس مجرد ان انا ايه هعمل ديكلاريشن للفاريبلز بتاعتي. انتر. هعمل ايه بقى جوه هنا؟ هعرف انا دلوقتي هعمل آلة حاسبة. طبعا انا هعمل آلة حاسبة، يعني اكيد هجمع رقمين، اضرب رقمين، اقسم رقمين كده، فبالتالي لازم اعرف نمبر 1 مثلا نمبر 2. فيبقى انت ركز معايا في طريقه التعريف، قلنا النوع بيتكتب الاول مش زي باقي اللغات، في لغات معينه ما بتكتبش كده. معظم لغات السي اللي هي قصدي يعني السي فاميلي بتشتغل بنفس الطريقه، انك بتقول النوع الاول. مثلا نقول نم 1 وادي له فاليو بالمره 0 نقطتين او تحتها مش هتفرق كتير. انت بس انا بعمل كده عشان خاطر ابقى عامل عمليه ستيجنج في الكود بتاعي. ستيج يعني ابقى عارف انا ماشي في انهي مرحله. نم 2 وبرضه هخليه يساوي 0، وزي ما قلت لك لما انا بعمل حاجه يبقى لازم سيمي كولون. انتر. بعد ما عملت الكلام ده بقى عاوز ابتدي اكتب، عاوز اقول انا هعمل ايه. طبعا هجمع واطرح واعمل الكلام ده كله،
بس محتاج ان انا ابعت رسالة للراجل، قصدي اسف للمستخدم. هتبعت رسالة للمستخدم هتقول له فيها اعمل كذا او اعمل كذا او اعمل كذا. فممكن اقول له مثلا الاول اشرح انا عاوز ايه، فممكن اقول ان انا يعني عاوز احط عنوان معايا، عاوز يعني عاوز احط عنوان. فبالتالي ممكن احط عنوان بالشكل اللي جاي ده زي ما احنا هنشوف دلوقتي اهو. هكتب بقى يعني ممكن اكتب لنفسي ريمارك، هقول ان انا عاوز اعمل ديسبلاي تايتل. هنا هكتب ريمارك ليا، هقول ديسبلاي. حاول نخلي بقدر الامكان برضو في سبيس هنا في الكومنت عشان هو ما يحصلش معاه مشاكل. هقول له ديسبلاي تايتل، انتر. هبتدي اكتب بقى الديسبلاي بتاعي. طبعا هقول له ممكن اقول له سيستم دوت كونسول دوت رايت لاين، او اقول له كونسول دوت رايت لاين على طول، لان انا عامل فوق يوزنج فمش محتاج ان انا اكتب سيستم، بس مش مشكله خالص. فهنا هقول له كونسول دوت رايت لاين. خلي بالكم الرايت لاين بيكتب سطر واحد، في رايت رايت دي بقى ممكن لو الكلام كتير جدا يحطه على اكتر من سطر. بس خلينا نقول رايت لاين، يبقى نكتب بكتب سطر واحد. برضو خلي بالك ان ال ال كابيتال في اللاين، ماشي. يبقى كونسول دوت رايت لاين هكتب ايه بقى؟ يعني ممكن اقول له مثلا دبل كوتيشن كونسول كالكوليتر. كونسول كالكوليتر ان سي شارب. الحقيقه انا عشان خاطر ما اعملش مشكله في الحته بتاعت يعني اخلي الكلام ده يظهر في سطر واحد، فهحط الحقيقه اوبريتور كده بالمنظر اللي انا هعمله دلوقتي، ان انا ازود هنا حرف الار، بس لازم بالكيفيه دي. الحقيقه ده هيخليك تكتب على سطر واحد سطر اخر، يعني كده انت هتضمن ان الكلام ده كله هيتكتب على سطر واحد. لاحظ ان الاندر سكور سلاش دي مش هتطبع، ده مش هتطبع، هو هيكتب من اول هنا لحد كلمة كونسول، ده كله ده هيكتبه بايه؟ سطر واحد. طبعا انا دلوقتي هطبع، فبالتالي لازم احط سيمي كولون. هعمل ايه؟ برضو ممكن احط سطر زي ما خدنا المحاضرة اللي فاتت، احط فيه كله يعني خطوط يعني نقط كده ولا حاجة، حاجة زي اندرلاين. الحقيقة الاندرلاين ممكن يبقى نقط كده زي ما انا عاوز طبعا. طيب الاندرلاين عشان بس ما تبقاش فيها مشكلة، انا ممكن اسيب فراغ بينه وبين اللي جاي بين اللي بعده. يعني خلي بالكم الار دي عشان بتختص بالسطر اللي انا فيه، انما في اوبريتو تاني عشان خاطر يعني يمكنني ان انا اسيب فراغ او ان انا اعمل على خط جديد. الحقيقه يعني ممكن احط زي ما قلت لك اوبريتور اللي هو الان، بس الان لوحده من غير اي زياده، من غير اي كلمه بلس، لان ان بلس ده هتعمل حاجه تاني، ان بلس مش هتسيب فراغ. انما لما اقول له سلاش ان واقفل خلاص كده، انا كده بالنسبه لي نسيت هنا في قوس طبعا، وهنا في قوس. زي ما قلت لك احنا بنحاول بقدر الامكان انك انت تكتب اللي انت عاوز تعرضه. بعد كده ممكن يعني مثلا نقول ستيج تاني او مرحله تاني، ان انا ممكن اسال اليوزر ان هو يكتب لي اول رقم. فممكن اعمل كده، هو ملحوظه ask user to input مثلا
first number. طيب هقول اليوزر ازاي. طبعا الاول هكتب له رسالة زي المرة اللي فاتت، بس المرة دي هقول له كونسول. طبعا هغير بقى الرسالة بتاعتي. الرسالة بتاعتي تتضمن تعليم لي، فممكن اقول له مثلا تايب ا نمبر. هقول له تايب ا نمبر، طيب او انت مش تفرق. تايب ا نمبر، تم تايب ا نمبر اند بريس انتر. يعني اقوله دخل حرف واكتب ودوس بعدها انتر. هقفل الرسالة بتاعتي، مش كده؟ كده انت اديت للراجل رسالة، بحيث ان او المستخدم يعني ان هو يدخل رسالة. فهنا بقى هعمل حاجتين الصراحة. اليوزر هيدخل قيم ازاي؟ بص لي على كلمة console dot write line. طالما ان في write line يبقى اكيد في read line، بالظبط كده. فانا هكتب، بس خلي بالك وهعمل حاجة تاني. يعني خلينا نقول انا ممكن اصل كلمة read line يا جماعة انا كده هاخد منه قيمة، بس انا عاوز اخزنها في متغير. طيب هتخزنها في متغير، انهي متغير؟ اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو ده. اقوم واخد من هنا كوبي. نصيحة ليك، خد كل حاجة كوبي عشان ما تقعدش تغلط. لغات السي سنسيتيف جدا. فهقول له النمب 1 دوت يساوي، ايوه كده انا هاخده منه، هاخد منه اللي هو هيكتبه. طب المشكلة في ايه بقى؟ المشكلة اللي هيكتبه اليوزر سترينج. المين دي او يعني الفانكشن بتاعتي تاخد سترينج. طب هو انت هينفع تجمع سترينج؟ يبقى لازم اقول له ايه؟ في عندي فانكشن اسمها convert to. convert طبعا دي فانكشن بتحول. convert dot to، خلي بالكم انا عاوز احوله. معلش هنا في عندنا نقطة مهمة جدا، التو كابيتال. انت اولها كابيتال، انتجر يعني، ولازم تقول نوع 32 حسب انت عاوزه. الانتجر نوع ايه؟ 32 بت، 64 بت، على حسب. شوف انت عاوز تشتغل يعني، قصدي كام خانه يعني. هي مالهاش دعوه بالسيستم، بس هو انت 32 معناها انتجر، معناها ايه 32 ديجيت. طبعا ممكن براحتك اللي انت عاوزه، يعني انت ممكن تشتغل كمان باقل من كده كمان. وبعدين خلاص كده انا الفانكشن اسمها convert to int dot to int 32. بالمناسبه convert دي جواها حاجات كتير جدا 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 جدا، حاجات كتير خالص خالص خالص. احنا دلوقتي بس بنحاول ان احنا نعمل اله حاسبه فاشتغل على الانتجر. طيب ايه الحاجه اللي انت سيادتك هتحولها؟ هحول اللي اليوزر هيدخله. يبقى كونسول، استاذ سامعك بتتكلم صح، كونسول دوت، ايوه هنا بقى ريد لاين. ما انت كده عرفت احنا بنعمل ايه. موضوع سهل جدا وبسيط. يبقى انا هنا اقول له ها دوت ريد لاين، نفس القصه الار كابتن والال كابتن. وبعدين ريد لاين اليوزر اللي هيدخل، يبقى انا هسيب قوسين فاضيين. طب لو انت حاطط قيمه هنا يبقى هيدخل قيمه اجباريه اللي انت كاتبها له في الكود. يعني فرضا انت قلت له مثلا ريد لاين 5، حاطط جوه القوس ده 5، ده معناه ان سيادتك ها هتجبر البرنامج ان ياخد الرقم 5 بس. انا مش عاوز كده، انا عاوز اليوزر هو اللي دخل بايده، يدخل بايده عن طريق الكيبورد. اذا هسيب له الاقواس فاضيه. خلي بالك عشان دي نقطه مهمه جدا. القوسين دول بتوع ريد لاين. في عندي قوس بتاع كونفرت تو، اقفل قوسه خلاص. طيب الوضع الحالي ان سيادتك دلوقتي لازم تقفل ها السيمي كولون، لان قلت لك انا هعمل حاجه. طالما انا هعمل حاجه يبقى لازم سيمي كولون. كده سيادتك دخلت اول رقم، كده دخلت اول رقم،
ايه المانع ان احنا ندخل الرقم التاني زيه؟ ما تنزعجش، مش هنعيد الكتابة، نيجي كده فوق وكوبي بيست، مفيش اي حاجة. بدل ask user to enter first هنا هقول له ايه؟ second. مفيش اي حاجة خالص، الدنيا سهلة. second number، وايه كمان؟ بدل نمبر 1 هخليها نمبر ايه؟ 2. هل في اي حاجه تاني يا جماعه؟ شايف الدنيا سهله ازاي؟ بعد ما انت ما خلصت كان ده هيدخل رقم واحد ويدخل رقم 2. والله انت ممكن تجمع على كده وتنهي، يعني مره تقول له بس انا عاوز احط له اختيار، عاوزين نحط لليوزر اختيار. اختيار ان هو عاوز يضرب ولا يقسم ولا يجمع ولا يطرح، من عندي اربع عمليات. طيب انا ممكن اعمل الكلام ده، احط المرحله اللي بعدها، حاطط لنفسي كومنت كده. الاستيج اللي جايه دي هحط فيها رساله لليوزر ان هو اختيار، فهقول له ask user to choose an option. بعد سيادتك ما هتقول له ايه هي الاوبشنز بتاعتك، منطقي جدا هقول له ها يا اما تختار ها جمع او طرح او ضرب او اسمه. ايه الطريقه اللي ممكن نكتب بيها؟ هي كونسول دوت رايت لاين، نفس القصه. الاول هعرض اربع حاجات تحت بعض، اي بي سي دي مثلا، او 1 2 3 4 براحتك اللي انت عاوزه. انا هخليها الحقيقه يعني اول حرف من كل واحده فيهم. فهنا هقول له كونسول console dot write line، وبعدين افتح القوس بتاعي. عاوز تقول له ايه؟ والله احنا ممكن قلت لك هنديله تاب، يعني ارحل شويه عن الحرف، ارحل شويه عن حافه الشاشه. الكلام ده اعمله ازاي؟ ركز معايا. شرطه مايله وحرف التي دي معناها تاب يا جماعه، ما بتطبعش، ولازق فيها على طول الحرف اللي سيادتك عاوزه، وليكن مثلا ايه، دي مش معناها تي ايه، لا دي معناها تي مسافه وحرف الايه كتب. وبعدين ها ممكن شرطه لازقه فيها، اوعى يعني خليها كده نقط كده، ده هيطبع ايه شرطه وبعد كده اد مثلا، وبعدين ها هقفل الكلام ده، اقفل القوس بتاعي. وبعدين نفس القصه طبعا هنا في عندنا سيمي كولون، اخد منها كوبي واخليها لباقي الحاجات. زي ما انت شايف خليهم كلهم تحت بعض بس عشان تبقى ريدابل، ما بقاش عندي اي مشكله. وهنا هقول له عاوز تكتب مثلا نقول الطرح حرف الاس، يبقى سب تراكت كده، هو هيطرح يا جماعه. بعد حرف الاس ممكن نقول مثلا عاوزين نخليها تايمز او مالتيبلاي. اوكي مالتيبلاي، ونخلي حرف الام. ممكن كمان ديفايد، هتبقى حرف الدي طبعا. المرحلة دي انت قلت لليوزر
اختار لك، ممكن كمان يعني أأكد عليه، احط له رسالة هقول له choose an option هنا، وشوز انا ابشا، او ممكن اقول له تشوز، او اقول له ايه، هنا هو انا الحقيقه يعني ما كنتش كاتب له حاجه، فممكن اقول له ايه تشوز يور اوبشن، او ممكن اقول له يور اوبشن، او يو تشوز يور، اي حاجه يور اوبشن، وحط له علامه استفهام على اساس ان اليوزر، ممكن اسيب كمان فراغ اذا كنت عاوز بينها. طيب بعد ما عملت لك الكلام ده خلصت المرحله دي، المرحله اللي بعدها اليوزر بقى هيدخل بايده اختياره، يا ايه يا اس يا ام يا دي، اهو اهي، عشان انت دلوقتي كل ده عباره عن رسائل رايت، امال هو هيدخل ايه؟ سامعه بتتكلم صح، اكيد هو هيدخل، ها هيدخل ريد صح، ريد لاين. وخلي بالكم احنا هنشتغل بحاجه اسمها الحاله. زمان كان في حاجة اسمها select case، مثلا select case number، case 1 يعمل كود معين، case 2 يعمل رقم، وهكذا وهكذا. الحقيقة الكلمة دي اتغيرت، سموها switch. switch معناها يعني غير لي، شوف لي انت اليوزر هيدخل ايه. فدي فاذا انا ممكن اشتغل بالقصة دي، فهاجي هنا وحاطط، انا قلت لك هعمل stage جديدة، وهنا اخلي اليوزر هو اللي يختار، اقول له مثلا يوزر تشويس، طيب يوزر تشويس هيعمل لي اليوزر تشويس ده. طبعا اكيد هستخدم كونسول دوت ريد لاين. طب ما انا لازم اقول له يعني اذا اليوزر دخل كذا، مش معقول هدخل له كل الحروف، اف اف هنا ما تنفعش، فلازم يعني انا عندي هنا حروف اي اس دي، ممكن على فكره عن طريق اف، بس هنا في الاسهل دي طالما انها حاجات محدده وحدات مش كتير، فبالتالي هقدر اعملها عن طريق كلمه سويتش. كلمه سويتش سهله جدا ان انا استعملها، قصدي يعني الاستراكشر بتاعها، سويتش مسافه، واحط له الحاجه اللي انا عاوز اختبرها، اليوزر هدخل ايه، يبقى كونسول، ها دوت ريد لاين، ريد لاين، احنا ما عندناش كونسول هنا، لازم نحط نقطه كونسول دوت ريد لاين. هتدي له قيمه محدده؟ لا طبعا، يبقى لازم اسيب له القوسين بتوعها فاضيين، والقوس اللي بعد كده بتاع السويتش ما تحطيش هو سيمو كولون، هنا ما فيش سيمو كولون، في حاله السويتش ما فيش سيمو كولون. معايا؟ انا هنا يا جماعه مش بعمل حاجه. خلاص؟ وبعدين السويتش نفسها لها قوس، السويتش نفسها لها قوس. ايه اللي هيحصل جوه السويتش؟ ولا حاجه، هقول له الاحتمالات اللي فوق. اول احتمال كيس، خلي بالكم كان في زمان حاجه اسمها كيس از، لا هنا ما فيش كيس از، كيس نقطتين ايه، حاول تكتبها من زي ما هي، لو هناك كابيتال اكتبها هنا كابيتال، هنا سمول هنا سمول، يبقى كيس ايه. كيس ايه معناها ايه يا اولاد؟ معناها انها اد، هجمع، تجمع تايب سيتك، هتعمل ايه؟ ولا حاجة، هطبع له ناتج الجمع، يعني أنت هتطبع وتجمع في نفس الوقت، هتطبع وتجمع في نفس الوقت. وطبعا موضوع أنك أنت يعني احنا هنا يا جماعة بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نختصر في الكود. زي ما أنا قلت لك، اختصارك للكود الحقيقة بيخليك تفهم 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 بسهولة جدا. فتعالى بقى نشوف أن أنا هعمل إيه بقى يا جماعة. هكتب له رساله واعرض كمان فيها النتيجه بتاعتي، فهقول له ايه، والله اذا الراجل قال لي ايه اد، هقول له كونسول على فكره، حرف واحد من دول لو كابيتال او سمول تعمل مشكله، لازم نراجع الكود في الاخر، كونسول دوت رايت لاين،
طيب هتقول له ايه؟ افتح قوس، هعرض رساله نصيه. خلي بالكم هنا احنا عندنا حاجه، انا هنا يا جماعه هجمع رسائل نصيه، فلازم اسبقها بالحرف الساين دولار ده سترينج، وبعدين الرساله بتاعتي، لان انا كده هجمع رسائل على بعض، احط كلام جنب بعض، وبعد كده هقول له ايه؟ يور ريزلت. دي رسالة على فكرة، يا إما تساوي يا إما أحط له نقطتين مش تفرق. وبعدين لازم تقول له أنت هتكتب إيه. ما زلنا بنطبع سترينج، ما زلنا بنطبع سترينج. الحرف الساين دولار ده في الأول عشان أفهم الكونسول بتاعي إن أنا دلوقتي بكتب سترينج. إيه اللي سيادتك هتجمعه؟ أقوم كاتب مسافة وأقوم حاطط القوس بتاعي، وبعدين المتغير بتاعي نام 1، وبعدين ها وبعدين اقفل القوس بتاعي، وبعدين خلي بالكم انا هنا دلوقتي بجمع زائد انا كده بكتب يا جماعه، هكتب مثلا 4 زائد 2، اكتب مش بحسب، ده سترينج مش كده؟ الحساب هيجي بعد كده. نفس القوس هقول له القوس اللي بعده اللي هو كان نام 2 واقفل القوس، يبقى نام 1 نام 2 خلاص. وبعد كده هم كاتب له يساوي، كل ده بيتكتب. وبعدين الدبل كوتيشن بتاعتي، الدبل كوتيشن اهي، وبعد كده هكتب كلام جنبه، تكتب كلام جنبه يعني اكتب زائد، صح كده؟ هنا الزائد مش معناها جمع، ده انا بجمع حروف جنب بعض. انا معاك النم 1 ونم 2 دول انتجر، بس دي هنا مكتوبين بطبعهم، بكتب 4 زائد 2، الاربعة والاتنين دول ارقام بيتكتبوا، لسه احنا مش هنجمع. الجمع هيجي في الجزئية اللي بعدها. هعمل بقى الحسبة بتاعتي اللي انا بقولك عليها، هفتح القوس بتاعي هنا اللي هيكتب زائد، يعني ايه اللي كتب جنب كلمة يساوي؟ هيكتب بقى مجموعة رقمين، يبقى مجموعة رقمين جمع عادي جدا يا جماعة، نم 1 زائد نم 2، مفيش اي حاجة خالص. برضو عشان تخلي الكود بتاعك كريدبل، حاول تخلي هنا مسافة وهنا مسافة عشان ما تحصلش معاك مشاكل لو واحد بيراجع وراك ولا حاجة في الكود. هقفل القوس بتاع عملية الجمع ده الناتج بتاعي، وبعدين القوس بتاع الرايت لاين، صح كده؟ وبعد كده سيموكول. موضوع سهل جدا. هو احنا خلصنا؟ تصدق ان احنا خلصنا؟ ليه بقى؟ انا هاخد كوبي من هذا السطر واعمل نفس الكلام هو بس كل الفكرة ان هقول له كيس كذا تبقى كذا، واعمل العملية حسابية بتاعتي، مفيش اي حاجة خالص، برمجة سريعة جدا، وتلاقي نفسك باسلوب سهل وبسيط وصلت للناتج بتاعك. شوف ازاي. هنيجي هنا، معلش سامحوني، حاول تعمل بيست يا جماعة من ال ماشي هنا كنترول في، انا غلطت في حاجة معلش سامحوني اهو كده تمام صح كده. ناخد معنا كلمة اصلا سيلكت، كلمة سيلكت نفسها، قصدي كلمة كيس نفسها هناخدها معنا، كلمة كيس كنترول سي وبعدين انت وانتر، وبعد كده كنترول في زي ما هي، احفظوها. هو بس المشكلة ان احنا عندنا ان هو كلمة كيس ايه هو الحقيقة ما خدهاش، فاحنا ناخدها لوحدها كنترول سي. هنا هنيجي لا خدها، معلش انا اسف، هي بس كانت مزحزحة. بدل كلمة كيس ايه هتبقى اللي بعدها كيس اس، وكمان بدل هنا هنجمع هقول له ها زي ما قلت لك احنا هنا هنطرح، يبقى احط هنا ناقص، وكمان هنا هحط هنا علامة الناقص. انت انتر كنترول في، هنا هاجي طبعا ده كيس، ممكن معلش احنا ناخدهم كلهم مع بعض،
هنا هناخد الكيس بتاعتنا اهي. بعد الاس هتبقى مثلا احنا قلنا الاول خالص اس، يبقى اخش بعد كده ملتبلاي ام. طبعا هنا هحط علامة الضرب، بالمناسبة ممكن تحط علامة اكس اذا كنت عاوز، بس كده هيقراها اكس، خليها كده احسن ستار، على اساس انها تطبع بالمنظر ده. عاوز تعملها علامة الضرب مش مشكلة. طبعا هنا علامة الستار اللي هي الضرب. تمام كده احنا ايه خلصنا السطر بتاعنا. الحالة اللي بعدها هي حالة آخر حالة اللي هي حالة القسم. حرف الدي هنا هتبقى علامة القسمة، وهنا نفس القصة. ممكن يا جماعة الحقيقة بعد كل اختيار من دول، يعني اول يوزر ما يختار، ممكن اديله برهة من الوقت. يعني ايه برهة؟ يعني ياخد وقت كده، ياخد وقت. فبكتب كلمة اسمها بريك، ياخد كده ايه راحة، يستنى شوية كده مع نفسه. غالبا تبقى خمس يعني 5 ملي، يعني غالبا تبقى يعني 100 ملي سكند ولا حاجة، على حسب السيستم بتاعك متظبط على ايه. نفس القصة بريك. البريك لازم طبعا سيمي كولون. انا هنا بدي بقول له خد وقت، خد وقت يبقى ده فعل، احط له سيمي كولون. معلش المحاضرة النهاردة عملي، عشان بس نضمن انك انت بتحط ايدك على الطريق الصحيح. بعد ما عملت الكلام ده يعني خلينا نقول خلاص، ما خلاص انا في نقطة مهمة جدا الحقيقة في موضوع الاي اكس اي. واحد مرة سألني في المحاضرة اللي فاتت، بعد المحاضرة اللي فاتت الحقيقة، ان هو البرنامج بيقفل عنده، عندك حق. احنا عشان كده هنكتب حاجة اسمها ريد كي. ريد كي ما تخليش البرنامج يقفل الا لو انت دوست انتر. والنهارده كمان هعلمك ازاي تعمل اي اكس اي اكسكيوتابل فايل وتعرف مكانه. هو اساسا اتعمل، بس انت ما كنت بتنفذه عن طريق سطر كود. انا مش عاوز انفذه عن طريق سطر كود، عاوز انا انفذه عن طريق دبل كليك على اكس اي، وده اللي احنا هنعمله النهارده. طيب بعد ما عملت الكلام ده عملت له بريك، هقفل القوس بتاع السويتش طبعا تحتها بالظبط، تحتها بالظبط كده السويتش اتقفلت. زي ما قلت لك احنا كده بنعمل ويت، بس البريك دي يا جماعه بتعمل يعني انتظار. هكتب للراجل المستخدم عشان ينهي البرنامج بتاعه، هكتب له رساله هقول له كونسول. معلش احنا قلنا انا بكتب فين، يبقى لازم تحت السويتش هنا كونسول دوت رايت. رايت بس عشان انا هنا بالنسبه لي ما عنديش اي تفاصيل كتير، دي رساله ما فيش فيها اي اضافه، مفيش حاجه يعني، ما فيهاش اسمبلي، مش هجمع حاجه على بعض، فمش هستخدم رايت لاين، هكتب رايت بس. ايه اللي انت عاوز تكتبه له؟ بريس اني كي مثلا توكن تيليو، بريس اني كي تو كلوز، to close the application. بس تقول نقطتين كده، هقفل ال سيمي كولون بتاعتي، مفيش اي مشكله خالص. وبعدين بقى هنا مش عاوز يقفل على طول، فلازم اقول له كونسول دوت ريد كي، كونسول دوت ريد
احنا واخدين رايت لاين ورايت، واخدين ريد لاين وريد، اتفقنا؟ هنا بقى ريد كي، مش ريد بس، ريد كي. الكي كابيتال على فكره، اي حرف هيدخله اليوزر هيقفل. لو عاوز تحدد حرف معين ممكن هنا على فكره، ممكن تقول له انتر، تقول له شيفت، تقول له مش عارف ايه، اسكيب، اللي انت عاوزه، بس احنا هنا هنخليها اني كي. وبعدين يا جماعه لاحظ ان احنا كنا في المين، يبقى لازم هقفل المين بتاعتي. خلي بالك نقطه مهم بس عشان نبقى احنا واضحين مع بعض، احنا كنا فاتحين اصلا كام قوس، كنا فاتحين كام قوس. هو انا كده قفلت السويتش، بعد السويتش انا كنت فاتح مين؟ هنا كنا فاتحين المين، يبقى هنا المين لازم تقفل في المكان ده، هنا في الحته دي لازم المين تقفل هنا، ده القوس يا جماعه بتاع المين. وبعد القوس بتاع المين كده خلصت، كده قفلنا المين. الكلاس، القوس بتاع الكلاس هنا اهو، هنا لازم يتقفل في نفس المكان عشان وانا بشغل وانا براجع وراك ما اقعدش اتوه. واخر حاجه، ها اخر قوس يا شباب، هو بتاع النيم سبيس. معلش اذا كنا بنشدد على الحته دي، بس دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. هقفل البرنامج بتاعي، معلش راجعوا معايا يا جماعه، كابتل 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 كابتل، يعني خلي بالك من الحتت دي، سيمو كولون موجوده، ركز معايا، الحاجات دي بتفرق كتير جدا. تقعد تلف حوالين نفسك، هو هيقول لك ان في سطر فلاني في الغلط الفلاني، ماشي اعتقد كده سليم. ولو في غلط هو الراجل هيقول لنا او الكومبايلر هيقول لنا. هقفل واسيف، والحقيقه لما اجي هسيف هغير بقى اسم الملف الى سي شارب سي اس، بس كده سي واس. يلا بينا نروح نطلع الكومبايلر بتاعنا زي ما خدنا قبل كده اهو، وهقول له سي اس برضو، بس سي سي اس سي سي شارب كومبايلر، مسافه ومساحه دي سحب، اسحبها هنا وبعدين انتر. في عندنا اخطاء في الشغل بتاعنا، وتعالى نشوف الاخطاء دي جايه منين. هنا هو بيتكلم على السترينج معترض عليها، كلها حرف الاس، هو مش قابلها يا جماعه، الكومبايلر ده مش قابل السترينج اهو، واضحه جدا جدا جدا. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، هروح افتح الملف بتاعي من جديد، وبعدين اشيل منها حرف السترينج. معلش كنا كاتبين على يعني سي شارب نفسها لها اكتر من اصدار، يمكن احنا شغالين باحدث اصدار، فاقوم شايل منها حرف الاس، هو اعترض عليها. الاعتراض ده يا جماعه معناه ان الكومبايلر مش قابل هذا الكلام، مش قابل الحرف ده، هو معترض عليه. زي ما قلت لك في كومبايلرز تاني ممكن تقبل، احنا ما عندناش مشكله. شوف الكومبايلر بتاعك نوعه ايه او هو عامل ازاي. هعيد كتابه الكلام بتاعي، كل حاجه زي ما هي، انتر. في عندنا مشكله، عندنا بيقول لك احنا هنا في هنا بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ماشي كورس هنا 9 و14 اكسبكتد سيموكون، عندنا سيموكون ناقص يا جماعه في 9 و14. ادي اول خطا، افتح هنا 9 و14 الصف التاسع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنا في عندنا حاجة غلط، اوبس، النقطتين دول سيمو كولون، شفت هنا سيمو كولون، يا اما تخلي كل واحده فيهم في سطر، مفيش اي مشكله. اعتقد هو ده، هو ده الغلط، ده كلامه هو على فكره. طيب ادي اول حاجه، طبعا زي ما قلت لك احنا بنحاول ان احنا ايه نشوف هو معترض على ايه. ايه كمان
يبقى 9 و14 خلصت. invalid expression term. invalid expression term اللي هو فين؟ اللي هو هنا اللي احنا كنا قلنا عليه، هو خلاص هو السيمي كولن ده اللي هو اللي احنا قلنا عليه 9 و14 ده، عرفنا الغلط اللي فيها. انت نمبر 2 كده مظبوط، يا اما يا اما تدوس هنا انتر بقى. ماشي برضو موضوع في حاجه تاني، ده انت ممكن هنا تكون هو مش قابل كمان السبيس، ادي حاجه تاني. لاحظ ان ده مختلف شويه عن بعض اللغات التانيه، نحاول نعمل سبيس ده مهم جدا. ايه تاني؟ هل في عندنا حاجه تاني؟ اقرا. ده احنا هنا في عندنا نفس القصه 9 و14 9 و16 الصف التاسع و16، هو خلاص اللي احنا عملناها دي. السطر التاسع كله خلص ماشي. ايه كمان في عندنا؟ 9 و16 السطر التاسع كله خلص. بعد كده 31 13، ده انت عندك ان هو سينتاكس، في عندك سينتاكس ايرور في السطر 31، لازم دور عليه. 31 هنا فيهم واحده غلط، فيهم فيها هنا مشكله. ايه الغلط؟ تعال نشوفه. هنا في عندنا نقطتين بعد كل كيس من دول، هنا في عندنا نقطتين ناقصين، ده معناه ان دي كلها اختيارات. معلش لغات السي كلها اللي برمج سي طبعا يبقى عارف ان الحاجات دي بتبقى وارده جدا نتيجه ان اللغه زي ما قلت لك سنسيتيف شويه، وزي ما قلت لك القصه كلها في الكومبايلر. خلاص كده احنا عرفنا ان هو بيتكلم على دول، هو ده كهي دي اللي هي بتاعت سيلكت كيس. اقفل، مفيش اي حاجه خالص، مش هكتب حاجه من جديد. هدوس F1 يا جماعه، F1 تكتب لي كل حاجه. في عندنا مشكله تاني في كلمه كونسول، ناقص حرف الاس، شايف حرف الان، شفت ازاي؟ كونسول هي كونسول. اتفقنا، تعال نشوف واحده واحده. برضه نفس القصه، هفتح الملف بتاعي اوبن. خلي بالكم احنا هنا دلوقتي بنتعلم، احنا عاوزين الاخطاء دي كلها ما ينفعش احطها لك في صوره صريحه، لازم تكون عارف الخطوات دي بالظبط. اول حاجه كلمه كونسول، ايه كلمه كونسول اللي فيها غلط؟ هو طبعا محدد السطر، انت هتعدي عليها باينه جدا ان هي هنا كونسول دوت ريد لاين ماشي. ماشي ايه تاني؟ اهي حرف الان كون، حرف الان ناقص. ممكن تعمل سيرش وتعملها استبدال ينفع كونسول ماشي، كونسول ماشي، كونسول ماشي. هو عنده ملحوظه الحقيقه في حته كونسول دوت رايت، كونسول دوت رايت داز نوت اكزيست، ده في انهي سطر؟ سطر 44. كونسول دوت رايت احنا واخدين واحده كونسول دوت تايم كونسول. طيب خليها يعني هو الحقيقه المفروض طبعا هنا كومبايلر بتاعنا نوعه ايه؟ انا ما اعرفش، بس ده ما فيش نقطه، مفيش نقطه هنا، كنا ناسيين نقطه بس كده خلاص. نقفل ونفس القصه سيف. طبعا احنا اسلوبنا اسلوب تعليمي عشان ما ينفعش نحفظ وناخد الاجابه الصحيحه على طول. في عندنا برضو حاجه تاني، عندنا كلمه ده في حرف الان ناقص تاني في حته، في حته تاني ناقصه اهو، في حرف الان ناقص برضو كلمه كسر، هندور عليها ونجيبها. ممكن عن طريق فايند اهي، هنا هقول له كلمه كسر اللي هو قايل عليها، هم اقول له هاتها لي، ادي واحده. طبعا ممكن تعمل ريبليس على فكره، هنا ادى حرف الان وبعدين فين تاني؟ طبعا كلهم خلاص، هم كده كلهم كنا واخدين كوبي بيست، وطبعا اللي تحتها نفس القصه، واللي تحتها نفس القصه، هم كانوا 4 او 5. كونسول خلاص كده انت عرفت. نقفل سيف.
هنعيد الكتابه بتاعتنا اف 1. لاحظ ان ده كله دوت هو الكومبايلر هو اللي بيعمل كده. خلاص كده انت نجحت. هكتب كالكوليتر على طول هيتنفذ على طول، او ان انا اخدها من هنا كوبي واجي هنا وبدايس بيست. هنا الراجل طبع لنا الرساله بتاعتنا اهي، وبيقول لك طيب ا نمبر. يعني يا جماعه ممكن نقول احنا عاوزين مثلا نجمع رقمين 10 انتر، عاوز الرقم الثاني 20. هو بيقول لي اد ولا سبستراكت، وليكن نجرب الاد. اقوم داخل حرف الاي انتر، الناتج طلع 30 صح. ماشي خلاص كده انت عرفت. فرضنا عاوز مثلا نقول تطرح، هكتب نفس القصه كنترول في برضه نفذ تاني وانتر. المره دي هو عاوز رقم نفس القصه، هنقول مثلا احنا عاوزين نطرح، يبقى نقول مثلا 20 و10 الناتج هيطلع. احنا هنا هطرح، يبقى اقول له حرف الاس انتر، الناتج طلع 10. ماشي نفس القصه انتر. ممكن مثلا نقول هنضرب نفس القصه، او مثلا هنقسم اي حاجه، هنضرب 20 10 الناتج انا قلت ان انا هضرب يبقى حرف الام، الناتج طلع 200. ممكن نفس القصه برضو، ممكن ان انا اقسم 20 10 اقول ديفايد حرف الدي، انا دوست حرف الدي انتر، ادانا الناتج 2. كده احنا الحقيقه النهارده يعني لسه، بس في حاجه تاني زميلكم اللي كان عاوز يعرف مكان الاكس اي. الاكس يا جماعه بيبقى دايما موجود في ماي دوكيمنت، يعني غالبا طبعا احنا شغالين دوت نت، غالبا هيبقى موجود في اليوزر. هنا اليوزر بتاعك هتلاقي كل الاكسيات اللي انت عملتها اهم، هم دول. احنا الكالكوليتر اهي، هو ده كالكوليتر، دبل كليك بريس او تايب ا نمبر 20 10 مش كده؟ كده انت عملت اول برنامج سي شارب كامل يعني، ومعاك الاكس اي بتاعك. تروح على اي جهاز شرط ان يكون متسطب عليه دوت نت، مايكروسوفت دوت نت، يعني هو الويندوز. لو انت عندك ويندوز كامل هيبقى ما عندكش فيها مشكله. نقول مثلا ملتبلاي حرف الام، خلاص كده انت عرفت هو طبعا الناتج طلع 200. كده انت من اول دلوقتي بقى تقدر بقى تعمل برامج، تعمل حسابات، تعمل حاجه بتاعتك طبقا للتطبيق بتاعك. ان شاء الله المحاضره اللي جايه هنشتغل فيجوال، هحاول اخليك تبرمج فيجوال. كان معكم دكتور احمد سر عبد الحميد، استاذ مساعد بهندسه المطريه جامعه حلوان. شكرا جدا.